أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة متجها إلى مقر إقامته في فلوريدا، ورئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتوجه للبيت الأبيض لتنصيبه رئيسا لأمريكا. الدفاع المدني السوري يعلن تضرر أكثر من 3000 عائلة والاستجابة للحالات الطارئة في أكثر من 200 مخيم تعرضت للأضرار بسبب مياه الأمطار والسيول. الأمم المتحدة تحذر من أن تدهور الأحوال الجوية قد يزيد الأوضاع سوءا في مخيمات الشمال السوري مع تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة إلى ما دون 3 درجات مئوية في الأيام المقبلة. حكومة نظام ترفع سعر لتر البنزين المدعوم إلى 475 ليرة وغير المدعوم إلى 675، ولتر البنزين أكتان 95 إلى 1300 ليرة سورية. الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري يعلن ضبط أكثر من 900 ألف حبة مخدرة في سيارة شحن قادمة من مناطق سيطرة النظام أثناء تفتيشها عند معبر الحمران في ريف حلب الشرقي. الإدارة الذاتية التابعة لقصر تمدد حظر التجوال الجزئي المفروض في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا لمدة 15 يوما بدءا من اليوم الأربعاء.